تطلع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بدور كبير في تشكيل القيم البناءة للمجتمعات المختلفة ومحاربة القيم الوافدة والهدامة. مؤتمر علمي لكلية الإعلام في جامعة بغداد جاء بعنوان الإعلام الوطني في مواجهة الإرهاب والفساد. يقول معنيون إن دور وسائل الإعلام لا يقتصر على نقل الحقيقة فقط، بل يجب أن يكون أداة لرصد الخروقات ومظاهر الفساد وتقديمها أمام الرأي العام عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. استخدم الخطاب الإعلامي المؤثر جدا للقضاء على الإرهاب، وعلى وجه الآخر المكمل إلى الفساد، أن نكشف الفساد من خلال صحافة وإعلام استقصائي حقيقي يعتمد على الوثائق. اليوم الإعلام ينقل الصورة الحقيقية لما ويعمل على كشف المستور لقضايا الفساد ولمحاربة الفساد، فهو اليوم يقوم بدور كبير ومهم. وتأتي وسائل الإعلام وبحسب مختصين في طليعة القوى التي تحارب الإرهاب، لا سيما وأن الإعلاميين اليوم هم جند الكلمة الذين يقفون إلى جانب القوات الأمنية والحشد الشعبي في حربهم على الإرهاب والعدوان التكفيري الضلالي. هنا قال البعض إن الإعلام الحقيقي يمثل الهوية الوطنية التي تنقل حقيقة ما يجري بعيدا عن التضليل والتشويه والتزييف. الإعلام الوطني اليوم عليه واجب ومسؤولية شرعية ومسؤولية وطنية كبيرة تكاد تضاهي مسؤولية المقاتل على جبهات القتال من أجل الدفع باتجاه تحقيق ما يصبو إليه هذا البلد. الآن الإعلام يستعيد دوره الوطني، وأنا أتصور أن هذا الدور يحتاج إلى تقييم لما هو عليه الواقع الإعلامي العراقي اليوم، وكيف يمكن أن يساهم في هاتان القضيتان التي تمثلان هاجس سواء للمجتمع العراقي أو هاجس سواء للأكاديميات في البحث الإعلامي. لا شك أن مواجهة الإرهاب تبدأ بالتصدي إعلاميا إلى تلك الأفكار المتطرفة التي تروج إليها بعض القنوات الساعية لدعم الإرهاب بصورة مضللة، فضلا عن محاربة نهج الإرهابيين وتوجهاتهم. وهذا ما تسعى إليه كلية الإعلام في سبيل خلق جيل إعلامي رصين يحارب تلك الأفكار من جهة والفساد من جهة أخرى. للإعلام الوطني أهمية كبرى في محاربة الفساد والإرهاب تتجسد في الماكينة الإعلامية الرصينة التي تعمل اليوم جاهدة في سبيل توحيد الخطاب ضد الإعلام الداعشي. من بغداد عبدالله نوري، بلاد الفضائية.